ولم يسوي ربنا تبارك وتعالى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن الله رب العالمين جعل التفضيل قائما بين الناس بعضهم على بعض دنيا وآخرة بالعلم، والإنسان لا يحصل التقوى إلا بالعلم، وخير الناس أتقاهم. فالإنسان لا يعرف ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه وما يكرهه ويبغضه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. ففضل الله رب العالمين الناس دنيا وفي القبر وآخرة بالعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. العلم أشرف ما يكون في هذه الحياة،